يا جماعة فيش صوت طيارات سمعين، صار هدنة يا جماعة. والله من حد ما سمعت الهدنة فرحت كثير يا جماعة، بس هذه الهدنة مؤقتة 4 أيام بس. يا رب في هذه الهدنة تنحل الأمور وتصير هدنة أبدية. هنا دمار في الأبراج، المدينة كاملة تم إبادتها، لا نكاد نرى شقة واحدة تصلح للسكن. يجري الآن في هذا المنزل محاولة انتشال جثامين الشهداء. قال ما فيها بشعر بأمان وصار يطلع وينزل، عمال رحنا نتسوق للدار. يعني قبل واحد ماش كان عارف يطلع يعني من الدار، ولكن اليوم شعرنا بشوية أمان في الهدنة يعني.